كتجي مرة أخرى للمطالبة بفتح حوار مع الحكومة حول الملفات نتاع المهندسين المغاربة. الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كان هو دائما المحاور الرسمي مع الحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي الخاص بالمهندسين، والحوارات الاجتماعية اللي من قبل كانت دائما كتتمخض عنها اتفاقات اللي ومن هذيك الاتفاقات كانت كتخرج منها أنظمة أساسية جديدة لهيئة المهندسين المشتركة ما بين الوزارات. آخر اتفاق كان عندنا يوم 28 يونيو 2011 اللي كتمخض عليه النظام الأساسي الحالي نتاع المهندسين. اليوم أصبح متجاوز هذاك النظام، والقيمة نتاع الأجور انخفضت ب 29% من ديك 2011 لدابا، وكذلك النظام تاع الترقيه في هذا النظام الاساسي محدود بحيث ما يمكنش انسان يترقى اكثر من 3 نتاع المرات. كذلك عندنا مطلب اخر وهو تنظيم المهنه الهندسيه واحداث هيئه وطنيه يعني للمهندسين اللي عندها بزاف نتاع الادوار، يعني من ضمنها انها تضبط العدد نتاع المهندسين، تضبط الاخلاقيه تاع المهنه، كذلك من خلالها او الجدول ديالها نعرفوا بشحال عندنا مهندس في المغرب، شحال الحاجيات تاعنا نكونوهم الى اخره، وكذلك باش نحدوا الفوضى اللي كاينه في المجال تاع ممارسه المهنه الهندسيه اللي اليوم كلهم من هبه ودب كيمارسها. المطلب الثالث هو يعني اقرار واحد اتفاقيه جماعيه كتهم المهندسين الاجراء في المغرب باش نحسنوا يعني الظروف تاع الاشتغال تاعهم، وبهذه الاجراءات كامله غادي يمكننا اننا نحدوا من الهجره نتاع المهندسين للخارج. اليوم المهندسين اللي كيتكونوا في المغرب تقريبا واحد 600 حتى 800 واحد كيهاجروا سنويا، هو ضياع بالنسبه للبلاد تاعنا. اما المهندسين اللي كيتكونوا مثلا في فرنسا في الدول الاوروبيه الاخرى ولا في كندا، اغلبيه الساحقه نتاعهم ما تجيش للمغرب ما ترجعش، وحنا محتاجين باش نجيبوهم خصنا نوفروا لهم الشروط نتاع العمل. شكرا. احنا الان تنتواجدوا امام البرلمان في الوقفه الاحتجاجيه، وهذه المحطه الخامسه في المحطات النضاليه اللي قررها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه. الهدف هو المطالبه بواحد الحوار مع رئاسه الحكومه او من ينوب عنها من اجل تلبيه الملف المطلبي للمهندسين. هذا الملف المطلبي ديال المهندسين نقدر نلخصه في جوج ديال في شقين. الشق الاول الامور المتعلقه بتحسين الوضعيه المهنيه والماديه ديال المهندس، والشق الثاني تيتعلق بتنظيم ممارسه المهنه الهندسيه. فيما يخص الشق الاول المتعلق بتحسين الوضعيه الماديه والمهنيه للمهندس، هناك المهندس ديال القطاع العام وهناك المهندس ديال القطاع الخاص. بالنسبه للمهندس القطاع الخاص تنقولوا ضروري من ابرام واحد اتفاقيه جماعيه باش نحميو هذا المهندس الاجير في القطاع الخاص، وخصوصا فيما يخص الحد الادنى للاجور. بالنسبه للمهندس ديال القطاع العام تنقولوا له ضروري من مراجعه المرسوم المعمول به حاليا اللي تيرجع ل 2011 ونديروا واحد المرسوم جديد اللي يحسن الوضعيه الماليه والمهنيه كذلك ديال المهندس ديال القطاع العام المشترك بين مختلف الوزارات. النقطه الثانيه فيما يتعلق بتنظيم ممارسه المهنه الهندسيه، ضروري من اقرار واحد القانون، قانون جديد اولا هو الاول اصلا اللي من اجل تنظيم الممارسه المهنه الهندسيه. انتم تتعرفوا بان المهنه الهندسيه مع الاسف تتعرف واحد الفوضى عارمه من هبه ودب. تيجي دابا يحل مكتب ديال الدراسات الهندسيه هو ما عنده حتى علاقه مع الهندسه المغربيه، والضحيه هو
المواطن هو الاول. غادي نتكلم واحد النبره للاسف واحد الشيء ديال السياء، اننا باش نخرجوا المره الثالثه والمره الرابعه للشارع واننا نديروا هاد الاضرابات. المهندس اون برينسيب كيخصو يكون في يعني يكون في البيرو ديالو، يكون في قابه التواصل ديالو، ولا المسؤولين اللي معنا هنا، ولا المسؤولين اللي في المدن، ولا الاخوه المهندسين والمهندسات اللي كاينين في جميع المدن. يعني لولا انه ما كانش ليله ديال العيد، ولا ان ما كاينش الامتحانات ديال الوليدات، يعني كانت واحد 1500 ولا 2000 اللي كنا مطبلين عليها في هذه الوقفه هذه. ولكن تصادفات مع يعني ليله العيد والناس تجي من المدن الله يحسن الاوان، ومع ذلك يعني جميع المدن هنا ممثله بالرؤساء ديال مثلا ديال القطاعات وديال هذا. يعني بالنسبه للمهندس اليوم كنقولوا للحكومه فيني في الشخص لا ديال الوزير الماليه، ولا في الشخص ديال رئيس الحكومه، ولا يعني الوزراء يعني في جميع القطاعات، واش هذا الملف المطلبي ديال المهندسين لهذ الدرجه بان صعيب؟ يعني ما كاين غير مغاير على الملفات المطلبيه ديال فئات اخرى اللي بهذه المناسبه يعني كنحييهم انهم وصلوا للنتائج اللي يعني ماشي حتى هما اللي وصلوا داك الشيء اللي بغاو ولكن وصلوا. وحنا كنقولوا بالنسبه لنا من 2011 والملف ديالنا المطلبي انه يعني نازل الحكومه، لان داك يعني داك النظام الاساسي ديال 2011 النظام الاساسي فارغ بكل ما في الكلمه من معنى. وهنا اليوم كنطالبوا كنقولوا واحد القضيه، واش هذه الحكومه بغات توصل للمهندس يعني شي اشياء يعني ما حنا لا ننتظروا لا هي ولا حنايا؟ وهذه المشاريع هذه اللي الحكومه يعني كتطبل وتغيط بها ديال لا مثلا ديال 2025 ل 2030 كنقولوا لا شكون هذه ينفذها؟ نعم يعني حنا جانب اطر يعني اخرى اللي يعني كنسهروا على التنفيذ ديال هذه الاشياء هذه، ولكن المهندس راه للاسف لا المهندس في القطاع العام ولا القطاع الخاص انه يعني ما كيطرش بشي اشياء يعني كنقولوا مثلا فيها تعجيز. ولكن واحد الملف مطلبي يعني اولا فيه واحد الشق اللي هو للاسف ولا معاشي، ولكن هذه الظروف ديال البلاد عطاتنا هذه المسائل نوقفوا عليها. وواحد الجانب انه هو تنظيم المهنه، لا في الجانب مثلا ديال الدراسه، ولا الجانب مثلا ديال انها تصبح هي كهيئه وطنيه على جميع الهيئات يعني كما هيئات اخرى. وشكرا.